بعد الفون في عنا البيرس هير تساوي البيرس هير، وفي عنا قد عبي الأشياء الخاصة فيه اللي هو الاي دي. أنا عرفتها كابيتال صح؟ شوف بس تأكد. كابيتال اي دي تساوي الاي دي اللي انبعت، وبعدين في عندي الجي بي اي، نقول الجي بي اي يساوي الجي بي اي اللي انبعت. هذا بالنسبة للكونستراكتور تبع الاستيدان. يعني حكينا هذه من الكبسل اخذها من الاب، صحيح من الاب اخذها. تمام، زي حكينا في الحل الثاني في موضوع الكونستراكتور انه اعمل ديفولت كونستراكتور عند الاب. حكينا طريقة ثانية، هذه طريقة ثانية بدل البيز، عملتها في الكلاس الثاني، عملت في هذا الكلاس في بيز وهذا مش في بيز، بس هذا لازم احطه عند الاب ديفولت كونستراكتور عشان ما يلزمنيش. طيب الان في عندنا ستودنت اللي هو ده اللي اسمه الجيت ديجري، الان اللي بترجع لي هذه اللي هو سترينج طبيعته ممتاز ولا جيد ولا ايش؟ قولوا بابليك سترينج جيت ديجري. انا بدي اعمل الشرط ها، اف لو كان عندي جي بي اي اكبر من او يساوي 90 بدي اقول له ها الريتيرن رجع لي اكس 1. بدي اقول له ها الس اف اذا كان الجي بي اي اكبر من او يساوي 80، في هذه الحاله بدي اقول له انت فيري جود صح؟ Very good. Else if كمان. Else if إذا كان عندي الجي بي اي أكبر من أو يساوي 70 تقول له good. Return رجع لي. Good. Else if إذا كان عندي الجي بي اي أكبر من أو يساوي 60، في هذه الحالة متوسط، تقول له return. ريتين انترميديت، انترميديت معناها متوسط وبعدين عندي إلس إف إذا كان، على فكرة غير هيك بكون راسب في الجامعة صح؟ بدي أقول له إلس ريتيرن فيل، فيل راسب يعني، واضح؟ هذه بالنسبة للدالة اللي بترجع اللي هو تقدير الطالب. خلصنا منها فيها مشاكل؟ طيب نيجي للدالة اللي بعديها الأخيرة اللي هو get info public بترجع نص string صحيح string get student info. لسه هذا الموضوع في تفصيل أكثر بس غير نقطة في النظر بعدين نقطة في العملي. بقول له هالريتيرن رجع لي اللي هو معلومات البيرسون اللي هو اسمها ايش get info لحال زائد معلومات الموجودة عندي حاليا اللي هو ايش في عنا سلاش ان الاي دي الاي دي، وفي عندي كمان سلاش ان الله يكرمك سلاش ان اللي بعد الجي بي اي جيت انفو هذاك بحط له اقواس بقول له هذا الجي بي اي تمام هذا جيت انفو برضه مصحصحين هاي جيت انفو هاي الفصل مضبوطة في ضايل شغلة ما نحطها شو هي؟ لا الدجري تقدير تبعه صح؟ سلاش ان الدجري بدي اقول له هذا بتصير عدالة اللي اسمها جيت دجري اللي هو التقدير تبعه. في حد عنده سؤال في الدالة؟ رجعت لي معلومات الشخص نفسه زائد معلومات الإضافية تبعته زائد الدرجة تبعته. نيجي الآن في كلاس البروجرام، هي بدي أعمل كنترول اس، كلاس البروجرام هات بدنا نيجي نعمل فيه النسخ، هو هذا اللي بدخل لي التست. لأن زي ما حكيت لكم قبل هيك بقدر أعمل كل الكلاسات في ملف واحد، والشغل والميل والأبجكت كله في ملف واحد، بس من باب الترتيب حط كل واحد في ملف لحاله. في حدا حكى لي انه في بيطلع له ايرور صح؟ مين؟
صراحة اللي رون حاولتش. طب شفتي انا كيف بعمل؟ اسهل هاي الطريقة. ايش مين بيسأل؟ ارتب في الكون. بس هذا كيف تلخبط وفي بيطلع اخطاء كثير. وبعدين اذا كان الكلاس كبير كثير حيكون صارت مشكلة نفس لما حطيتهم الاثنين في الكلاس وصارت عندي مشكلة ما ابقى اعملها في الكلاس الثاني. بحط مثلا الكلاس مثلا البروجرام احط الكلاس الثاني مثلا كلاس البروجرام واحد بس عشان يظبط اللي بعده. يضل يعطيني اخطاء. صحيح دائما ايش ترتيبها ما بترتيب. مع انه هذا ملوش دعوه في الاخطاء بس يلا بس لا لا يعني هو اصعب في تتبع الاخطاء لما يكون تحت بعض زي هيك. اكيد دائما نسخه من مين؟ من الكاستمر. بتقول له كاستمر سي واحد وليكن يساوي نيو كاستمر بدمر القيام. الكاستمر شو بده؟ النيم سامية مثلا وبعد هيك هاي بيساعدني بغششني هو الادرس. الادرس مثلا غازا. بعدين في عندي البي لتحت هذه ايش حكينا البيفون. هو ممكن يعطيك سجل لو ما طلعتش تعمل كنترول مع المصدر بيطلع لك. تسعة تسعة سبعة اثنين وهكذا. وفي عندي بعدين البي لفوق هذه ايش حكينا البيرتي مثلا 2000 هذا طازه. بعدين عندي الاي دي مثلا 2525 النيدي قال بالانجلس يقول له ترو. طيب في حد عنده سؤال لحد الان؟ بس عملنا شو اسمه الاوبجكت هذا. بس ليش ما حطيت مثلا البيرتي؟ ما هذا اوبجكت نسخه من البيرتي. الان لو قلت له سي 1 دوت جيت طلع لي تو ميثودز جيت انفو تبعت الاب وطلع لي جيت كاستمر انفو تبعت الكاستمر. لا لو قلت له هقدر نطبع التنتين جيت انفو حيرجع لي بس المعلومات الاساسيه تبعت الاب. جيت كاستمر انفو غير ترجع لي كل معلومات الكاستمر. قلت له انا جيت انفو ما هذاش حترجع. صحيح بس هذا مش لو بدي اعملها شغل برنامج في حياتي لازم احطها داخل الطباعه صح؟ تقول له ها كونسول لا مش تبعت الكاستمر تبعت البيرسون تبعت الكاستمر اسمها جيت كاستمر انفو. هاي بدي انزل خيار بدي احطها هنا بحكي له بس من علامتين تنصيص هذا البيرسون الحال حاف بدي احط له بعد تحت هاي بدي اطرحه في شطر الحال عشان تلخبطوش كاستمر مر. لو قلت له جيت كاستمر انفو جيت كاستمر انفو هذا غير يجيب المعلومات كلها. نعمل تشغيل طلعوا عندي البيرسون لحال جاب لحد الايش اسمه والعنوان ورقم الجوال وتاريخ وسنة الميلاد والايش. لكن في الكاستمر طلعوا جاب لي الاسم والعنوان والهذي كله والعنوان الاي دي والنيدنج للمانجلس ولا لا. صحيح لانه برث. الكاستمر برث اللي هو جيت انفو تبعت الاب. اوكي طب انا عندي سؤال كده احنا حطينا رحتوا رجعنا على الكاستمر هنا حطينا شرط انه اذا كان لا ما حطيناش الشرط هنا مش مشكله ما حطيناش الشروط انه اذا كان مثلا الاي دي اقل من يكتب لنا غلط ما حطيت الشروط انا بدي اعملها على تبعت الاستدامه. في حد عنده سؤال تبعت الكاستمر؟ طب لا قلت لك ما حطيناش فرجعت على السؤال. حد عنده سؤال عن تبعت الكاستمر لحد الان؟ نعمل على تبعت الاستدامه. هاي الاستدامه بقول له ها student std1 يساوي new student. الآن استمر ال student ده رايح راسه ماسخ دور زائد فيش ايش في عندي كمان شغلات هاي بنقلني هو بقول لي في id. id كان string عندنا فبدي اقول له ها 2525 وبعدين في عندنا اللي هو الجي بي اي المعدل واللي كون
88. اوكي في عندنا فصل هنا للسياحة والطعام. لا لو قلت له كونسول دوت رايت لاين قلت له هنا اطبع لي اس تي دي 1 دوت اها جيت انفو لحال احنا عارفينها بتراجع معلومات الاساسيه بدي احط له طلعوا حتى من الوراثه جيب لي الادرس والبيرث داي والكال ايج لانه جابها من الوراثه نرجع لدلتنا اللي هو جيت student info اي جيت شغلتها بس تكبركم الخط شوي هان براتيز ايش مفروض ياس شايفين انتو لا طلع الدرجات المعدلة ايش يا شهار مين بيسأل مركزين معي ها بدنا نيجي هيك على الستيون في شرط بيحكي لي فوق على الجي بي اي وين الجي بي اي هيو اذا كان اقل من صفر او اكبر من 100 بيكتب لي انفاليد الجي بي اي صح فهم بدي اجي على البروجرام بدي احط له الجي بي اي مثلا عندي سالب 88 ايش بالكم غير يطلع هذا وحيطلع غلط لانه ايش؟ لا دبل لانه اقل من صفر بس اقل من صفر طيب ايش غير يطبع يعني؟ يطبع البلد طب خلينا نطبع و التقدير حيكون فاضي صح؟ هكذا غير تشوف ايش بيطلع كتب لي هان الجي بي اي تبعه قديش؟ صفر طب ليه حط صفر؟ ليش حط صفر؟ افتراضية من اها اذا كان عندي الان هنا قلت له انا عند الاستدعاء سالب 88 المعدل خاطئ صح؟ فاجي هنا عند الاستدعاء يفحص في الكونستراكتور قال له مرر له يا اخي العزيز مرر لي ايش؟ اللي هو الجي بي اي مررت له سالب 88 فاجى هنا في الكونستراكتور قال له الجي بي اي بيساوي الجي بي اي اللي بعته مستخدم هذه عباره عن ايش؟ عن بروبرتي في عليها قيود دير بالك اطلع فوق ايش القيود بقول لك؟ على الجي بي اي هاي الجي بي اي بدي فيها ست انا صح؟ مش بدي اغير فثان قال له هل اقل من صفر؟ صحيح فراح ايش؟ على اعطى الانفاليد جي بي اي واعطى القيمه الافتراضيه اللي بعته اللي هي صفر. ما طبع انفاليد جي بي اي. لا طبع انفاليد جي بي اي فوق طبعها اكيد بتكون طبعها. استنى شو بس. هاي انفاليد جي بي اي. ليش طبعها فوق؟ لانه بالاول مش البرنامج بيمشي عندنا سيكونشال. بالاول مره عمل الاوبجكت بعدين طبع معلوماته. فلما لما عملت الاوبجكت كتب لي انه انفاليد جي بي اي بالاول بعدين انا طبعت خطوه التاليه طبعت يعني الانفاليد جي بي اي بتطلع فوق وطبعت لانها صارت وقت انشاء الاوبجكت اللي هي هنا وقت الانشاء هنا فاجى وقت الانشاء على هذه الكونستراكتور قال الجي بي اي قال لي شوي هذا الجي بي اي عباره عن بروبرتي برجع على البروبرتي بقول له عندي الست اقل من الصفر صحيح كتب لي انفاليد جي بي اي بعدين انا قلت له جيت انفو تمام؟ فعند الجيت انفو كتب لي صفر، ليش كتب لي صفر؟ لقى انفاليد جي بي اي، طب انا شو عبي الجي بي اي؟ بعطيك قيمة افتراضية صفر. واضح؟ في حد عنده سؤال؟ طب انا عندي سؤال. طيب شوي، عندي سؤال انا. هل قلت لو هنا قلت له انا طلعوا الجي بي اي الجي بي اي ذس دوت جي بي اي تمام؟ هذه مش البروبرتي هذه الاتربيوت نفسها صح؟ انه بقول له الجي بي اي هذه اللي فوق هيها الجي بي اي هذه تساوي الجي بي اي اللي انبعثت مش هذه اتربيوت مش بروبرتي صح؟ فنيجي هنا على البروجرام بدي اعمل تشغيل بدي اعطل هذول عشان توضح لكم الشاشه بدي اعطل هذول هي سلاش نجمه وين نجمه سلاش بس هذا الشغل تبع الاستدام هي اعمل اعاده تشغيل
لاحظوا كتب لي الجي بي اي سالب 88 والديجري فيل. اخذها زي ما هي. اخذها زي ما هي. ليش؟ لانه انا اجى على الكونستراكتور، راح على الستيدنت، اجى على الكونستراكتور قال لي ديس تو جي بي اي الاتربيوت تبعتك بيساوي اللي بعتك، ما عملش عليها اي فحوصات. صح؟ البروبرتي صحيح. فبهذه الحالة ممكن أحل المشكلة إن أحط هنا الشرط أقول له إيه إذا كانت أقل، أو أريح حالي وأصدق من المباراتي مباشرة. تمام؟ في حد عنده مشكلة هنا؟ واضح؟ أكيد؟ إذا عندكم مشكلة أو خلل معين اسألوني. أنت اسأليني. ما في سؤال أكيد؟ واضح؟ ما فيش مش واضح هيك؟ هذا بدنا نرجع خليها ايش؟ احسن من كابيتال زي ما احنا متعودين. نرجع نشغلها قلت يفترض يعطيني بدور اي مشاكل، هاي تشغيل واضح تمام يا كتاب الانفاليد جي بي اي والكلام هذا واضح يا اريش؟ ولا تهتي؟ الاول شو اللي ما حضرتهوش؟ احكي لي. طب ليش يا عريش هذا وقف؟